اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم فقرتنا الاخباريه. امبارح كان في اجتماع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه، وكمان كان في اجتماع تاني ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد احمد عيسى وزير السياحة والأثار. في تقرير عن الاجتماعين دول هنخرج نتابعه ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحويلية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار. الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، مع مواصلة الجهود الهادفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية. الحقيقة الخبر اللي معانا دلوقتي هو خبر بيخص حاجة يمكن كانت شغلة بال بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة اللي فاتت. أكيد حضراتكم سمعتوا عن البريكس. قادة البريكس وافقوا على انضمام 6 دول للكتلة الاقتصادية للمنظمة. من بين 6 دول دول كان في 3 دول عربية، هما
مصر والسعودية والإمارات، عشان نفهم تفاصيل أكتر عن البريكس وكمان نصحح المفاهيم المغلوطة اللي كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت، وعشان كمان نعرف إزاي مصر ممكن تستفيد من الانضمام للبريكس. خلونا نرحب بضيفنا اللي هيكون معنا عبر الهاتف، دكتور عز الدين حسنين، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الفل. اهلا يا فندم، ازيك يا استاذ اندرو؟ صباح الخير وحضرتك وصف البرنامج وكل متابعين قناه ميزان. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه دكتور عايزين ناخد فكره اكتر عن البريكس ونعرف ازاي مصر ممكن تستفيد من الانضمام للبريكس. تمام يا فندم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا مجموعه البريكس هي نوع عليه منتدى اقتصادي، نوع عليه تكتل اقتصادي، تجمع اقتصادي، ايكونوميك بلوك يعني. وده بدا الفكره فيه من 2006 بفكره بسيطه كده من بنك جولدمان ساكس، لما قال ان في بعض الدول الصاعده الناشئه في معدلات النمو فيها بدات تبقى كويسه جدا، وكان بيتكلم على روسيا والصين والهند والبرازيل. وكان العمل كان في بحث اتعمل من البنك ان المجموعه دي ممكن جدا تزاحم وتشارك في التجاره الدوليه بشكل كبير جدا. التقطت الفكره دي للدول دي وفعلا فكروا في موضوع التكتل ده وبدأوا من 2009 ياخدوا خطوات، وفعلا الاربع دول بدأوا يعملوا التجمع او منتدى اقتصادي مع بعض اللي هم روسيا والصين والهند والبرازيل، وكان اسمه بريك وقتها، بي ار اي سي، اللي هم الاربع حروف الاربع دول. بعد كده انضمت في 2010 11 جنوب افريقيا، فبقى اسمه بريكس على اساس ان طبعا الاس هي ستاندز فور ساوث افريكا. وبعد كده انضم لسه بقى حديثا زي ما شفنا ست دول جديده، بقى 11 دوله دلوقتي، الخمسه الاولانيين المؤسسين اللي قلنا عليهم اللي هم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، انضم ست دول جديده اللي هي السعوديه والامارات والارجنتين ومصر وايران واثيوبيا، بقوا 11 دوله. ال11 دوله دول داخل التجمع ده طبعا يبقى تجمع اقتصادي كبير جدا جدا. احنا عندنا روسيا والصين بيمثلوا تقريبا حجم عدد سكان يقترب من 3 مليار نسمة، هنتكلم على حجم تقريبا 3.5 مليار نسمة بيمثلوا تقريبا 46% من سكان الأرض كلهم. حجم التكتل من ناحية الناتج المحلي الإجمالي الجي دي بي تقريبا يقترب من 29 تريليون دولار، يعني 29 ألف مليار دولار، وده رقم يقترب من مجموعة السيفن الكبيرة قوي اللي بتضم أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تقريبا واليابان. سبع دول الكبار دول اللي هم بيقودوا العالم منذ عقود، حجم الناتج المحلي الإجمالي بتاعهم تقريبا بيقترب من 30-31 تريليون دولار. التجمع الجديد تقريبا 29 تريليون دولار، راح نتكلم على تكتل ينافس ويعني أو بنقول يزاحم التكتلات الكبيرة قوي اللي موجودة اللي هي الجي 7 اللي موجودة في العالم، اللي فيها أمريكا الوحيدة فيها تقريبا بنتكلم في حوالي 25 تريليون دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفيها كندا واليابان وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. فتكتل كبير جدا، لما بيجي تكتل جديد يظهر في العالم بهذا الحجم القوي جدا ومصر تكون ضمن هذا التكتل، طبعا ده نجاح كبير جدا جدا للقيادة السياسية ست الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ومجهودات القيادة الدبلوماسية المصرية الرائعة، واستطاعوا إن احنا طبعا بالعلاقات الطيبة اللي بدأت بقالها من 10 سنين ما بين الرئيس والكيمياء الرائعه ما بين الرئيس السيسي وما بين شي جين بينج الرئيس الصيني وما بين بوتين الرئيس الروسي، وطبعا هم دعموا جدا جدا انضمام مصر لهذا التكتل الكبير. احنا شفنا ازاي في دول كبيره جدا زي تركيا وزي الجزائر يعني لم يتم دعوتهم للانضمام برغم ان الجزائر. طب يا دكتور، هل الانضمام للبريكس هيوفر او هيحقق فرص استثمار في ظل الاصلاحات اللي شهدتها البنية المصرية؟ طبعا برضو نقول استكمال برضو للنجاحات اللي قامت بها الحكومة وسيادة الرئيس طبعا في موضوع البنية التحتية. مصر عندنا قناة السويس وعندنا مواني تم تطويرها الفترة اللي فاتت، عندنا شبكة بنية تحتية رائعة جدا في المواني وفي الطرق التجارية، عندنا خط القاهرة كيب تاون لحد جنوب أفريقيا، ده خط طبعا تم التفكير فيه من القيادة السياسية وأعتقد أنه هيتم طبعا العمل فيه. كل ده خلى طبعا انضمامنا برضو يبقى سهل جدا ان احنا يبقى لينا بنبقى فاعلين في هذا التكتل. طبعا احنا هنستفيد استفاده كبيره جدا من التكتل ده، وجودنا داخل التكتل ده في الخمس في العشر دول اللي معانا داخل هذا التكتل اللي بيمثلوا حجم كبير جدا من التجاره العالميه،
طبعا احنا هيكون ليها نسبه كبيره جدا من التبادل التجاري بيننا وبينهم، وخصوصا بالعملات المحليه الى حد كبير جدا. يعني دي بالنسبه لمصر يعني ممكن تتاخر شويه مع بعض الدول، لكن احنا عندنا في فرصه مع الهند في حوالي 7 مليار دولار بيننا وبين الهند، متقسمين بالنص الميزان التجاري بيننا وبينهم متعادل، فده ممكن جدا يوفر لي حجم واردات تقريبا ب 3.5 مليار دولار، دول نقدر نوفرهم الى حد كبير من فاتوره الواردات اللي عندنا كبدايه. لكن بقيه الدول احنا عندنا عجز تجاري بيننا وبينهم، فالى حد كبير مش هنستفيد قوي بموضوع العملات المحليه بيننا وبينهم الى حد، بس يدينا دفعه ان احنا نبدا نصدر اكتر بقى. يعني احنا طالما احنا معاهم في التحالف فاحنا ممكن الصين بنستورد منها ب 13 مليار وبنصدرها تقريبا ب 2.5 او 3 مليار دولار، لا نزود صادراتنا مع الصين شويه، نزود صادراتنا مع جنوب افريقيا، احنا حجم التبادل التجاري ما بيزيدش عن حوالي 200-250 او 300 مليون دولار، لا احنا عايزين نزود نخش في بقى في نادي المليارات مع جنوب افريقيا. فده بتكلم ان احنا يبقى في عندي حافز للصادرات، عندي حافز للصناعه ان ابدا اديها حوافز وابدا اشغلها وابدا ازود الصناعات واشوف الصناعات اللي هي اللي هم عاوزينها عشان اصدر المنتجات دي للدول دي، وبالتالي لما ارفع الميزان التجاري معاهم وابدا اقرب منهم في الميزان التجاري هستفيد استفاده كبيره لا تقل عن 35 مليار دولار حجم فاتوره التبادل التجاري بيني وبين مجموعه بريكس، وبالتالي اقدر اوفر ده في فاتوره الاستيراد. لكن حاليا التوفير هيكون بس مع الهند، واعتقد ان ممكن جدا يبقى في تبادل تجاري بيننا وبين الهند بنظام المعاملات والاتفاقيات جنيه روبيه نبدا نشتغل بيها، لان حجم التبادل بيننا وبينهم متكافئ، وبالتالي ممكن جدا استغني عن الدولار في العلاقه اللي بيني وبين الهند فقط على الاقل في الفتره الاولانيه. طبعا هنستفيد ان احنا ممكن جدا يبقى في تبادل نقدي وبيننا وبينهم من خلال البنوك المركزيه، التشاور بيننا وبينهم في حال كتير من الازمات النقديه اللي موجوده، ممكن جدا نفتح فروع لبنوك لينا هناك وهم يفتحوا عندنا. عايزين نشوف بقى في بنك روسي موجود في مصر، بنك من جنوب افريقيا، نجد بنك من الهند، يعني نشوف تنوع في موضوع القطاع المصرفي داخل مصر من خلال التكتل ده. عايزين طبعا ده هيدي برضه دافع وحافز تطوير موانئ مصريه بالتعاون مع الصين، لان في خط الحزام والطريق واحنا داخلين فيه عن طريق قناه السويس. طبعا ده بنتكلم على 8 تريليون دولار رصداهم الصين ل 26 دوله احنا منهم جوه الحزام والطريق اللي بتقوم بيه الصين حاليا، وبتطور في موانئ هذه الدول عشان حجم التجاره بتاعتها يتم من خلالها واحنا مشتركين فيها، فممكن جدا نحصل على جزء من التطوير داخل الخط ده اللي رصده 8 تريليون دولار الصين. هنتكلم كمان عندنا فرصه كبيره جدا جدا ان احنا ناخد بعض القروض الميسره ونعمل اعاده هيكله للديون اللي عندنا، عشان في برضه دي المغالطات اللي موجوده على السوشيال ميديا ان احنا كلها من القروض ومش عارف ايه، لا طبعا احنا نعمل اعاده هيكله ممكن جدا لبعض القروض. احنا بنتكلم على 165 مليار دولار حجم ديوننا الخارجيه، لا احنا ممكن لو احنا قدرنا نعمل تفاوضات ان احنا نص هذه الديون او على الاقل 100 مليار دولار نحولهم لليوان او نحولهم للروبل الروسي باتفاق مع روسيا والصين، يبقى انا كده وفرت على مصر حجم اعباء كبيره جدا بدفعها بالدولار، لا ممكن ادفعها بالروبل وباليوان على فترات ممكن توصل ل 50 سنه لو قدرت اعمل ده مع بنك التنميه اللي موجود في البريكس، يبقى انا عملت طفره كبيره جدا جدا في خفض الدين. هتقول لي هجيب فلوسهم منين؟ ممكن باتفاقات بقى بينهم من خلال الصادرات. طيب. نعمل مؤيدات وهكذا. دكتور عز، يعني هنتكلم اكتر عن الديون وعن صندوق النقد الدولي طبعا، بس عايز اتكلم مع حضرتك عن اذا تم الاتفاق على التعامل بالعمله الواحده او العمله المحليه بين الدول الاعضاء. بالتاكيد يعني ما اعرفش، ممكن يكون في اثار جانبيه للانضمام للبريكس، لانه على سبيل المثال هيكون يعني كم ستخسر قناة السويس من العوائد اللي هتبقى طبعا كانت بالدولار، فالتعامل هيكون بالعملة المحلية فهيكون فيه خسارة. كمان السياح اللي هيجوا مصر ويتعاملوا بالعملة المحلية مش هيكون زي التعامل بالدولار، فإيه الأثار الجانبية للانضمام للبريكس؟ أنا بتهيألي إن ده مش هيحصل في الفترة القريبة قوي دي، يعني مش هناخد مثلا قناة السويس باليوان، مش هناخدها بالروبل. السياحة عندنا مش هتتم برضه، يعني احنا عندنا السياحة بتخش باليوان عادي وبتخش بالروبل بقالنا فترة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، واحنا يعني احنا داخلين على نظام مير اللي هو نظام مدفوعات اللي موجود مع روسيا، احنا منضمين مع تقريبا 10 دول اللي احنا مصر منهم، اللي هو نظام مدفوعات بره نظام السويفت الامريكي، احنا في نظام مير الروسي احنا انضمينا ليه، فحركه ان الروس يخشوا عندي ويشتغلوا بالروبل
دي اعتقد ان هي موجوده بعد بقالها سنه تقريبا او اكتر، بس يعني مش دي الاشكاليه. يعني انا مش شايف ان ده هيحصل او هيبقى له تاثير سلبي كبير قوي علينا ان احنا هناخد بالعملات المحليه فيبقى مش هيبقى عندي دولار. لا، احنا بنتكلم على جزء من التكتل وجزء من العالم، الباقي العالم كله بيشتغل معايا بالدولار. قناه السويس مش كلها هتبقى بالروبل وباليوان لو ده تم يعني، واصلا احنا في اتفاقيه تبادل بيننا وبين الصين باليوان من 2016 2017 تبادل عملات باليوان، وبالتالي احنا هل احنا عندنا في قناه السويس حاجه حصلت من 2017 باليوان؟ ما اعتقدش ان كان في حاجه زي كده تمت بشكل كبير يعني، ولا حتى لما عملنا يعني برضو اتفاقيه تبادل بيننا وبين روسيا بقالنا سنه بالروبل جنيه، بقالنا برضو سنه شغالين بيها كاتفاقيه، هل قناه السويس ده خلينا حاجه فيها بالروبل او خدناها بالروبل؟ ما اعتقدش ده تم يعني، وبالتالي مفيش تخوف ان ده يحصل منه انعكاسات جانبيه بالنسبه للعمله. ما زالت التعاملات بالدولار، حتى بنك التنميه التابع للبريكس هيتم فيه اقراض بالدولار. فانا يعني ما زال الدولار هو العمله الاساسيه للاسف يعني في العالم، وهتستمر لعقود كبيره جدا قدام. وما فيش كمان تفكير في عمله موحده دلوقتي بالنسبه للبريكس، لسه ده قدامها كبير جدا وتحتاج مجهود كبير جدا، زي الاتحاد الاوروبي كده قعدوا عشرات السنين على ما بداوا يعملوا عمله موحده. لكن طيب، اكيد احنا التبادل التجاري شويه هيفيدنا في الاستثمارات الاجنبيه اللي ممكن تخش لنا منهم، نعمل تكتلات اقتصاديه في محور خط السويس ونبدا نشتغل في هذا القطاع. حجم السياحه احنا بنتكلم 3.5 مليار نسمه، يعني ممكن لو جالنا 1% 35 مليون نسمه يخشوا لنا السياحه لو حصلنا او حصل يعني نوع من انواع التكثيف في العلاقات بينه وبين هذه الدول، يجي لنا منها على الاقل السياحه، وده اكبر فايده ممكن نستفيدها خلال الفتره القليله دي، وهم يخشوا بالدولار مش هيخشوا بعملتهم المحليه، ولو دخلوا حتى بالعملات المحليه ممكن يبيعها في السوق العالمي وناخد مكانها دولار. طيب يا دكتور، هل هناك دراسه لرد فعل البنك وصندوق النقد الدولي على انضمام مصر للبريكس؟ لا، ما اعتقدش ان هيحصل اي حاجه يعني تضر مصر في هذا الشان، واحنا ماشيين مع صندوق النقد الدولي وفي مراجعه موجوده جايه، وان شاء الله احنا هناخد في المراجعه الثانيه اتوقع بنسبه كبيره جدا هيبداوا يفرجوا عن الشريحتين اللي احنا متاخرين فيهم، او على الاقل شريحه منهم ال 347 مليون دولار هناخدهم، وهيمشي مع صندوق النقد الدولي عادي، وهيكون داعم لينا جدا جدا جدا. بالعكس يعني احنا ممكن جدا نستفيد ان احنا انضمنا للبريكس والبنك التنميه الخاص بالبريكس، ان هم كمان امريكا تبدا تخفف القيود، او اسف يعني صندوق النقد الدولي يخفف القيود اللي علينا شويه، ويبدا يساعد معانا وما يضغطش علينا، وتبقى الشروط لحد كبير وين وين، ونقدر نشتغل بيها وفق الاجتهادات او وفق الرؤيه المصريه مش وفق رؤيه الصندوق، ونقدر نوصل لتفاهمات معاهم، ويبقى ده الدافع ان احنا دخلنا على بريكس. فممكن جدا نستغنى عن قروضهم في المستقبل، او نعيد هيكله الديون الحاليه ليهم وندخل مكانها بنك التنميه. ما اعتقدش ان هم هيبداوا يخسروا في الحته دي، لا بالعكس، ممكن جدا هم يخففوا ضغوطهم علينا خلال الفتره اللي جايه. دكتور عز الدين حسنين، استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، ونتمنى يعني تكون فرصه مصر كبيره في زياده الاستثمار بعد الانضمام للبريكس. دي كانت مداخلتنا وموضوعنا عن البريكس. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين في اخبارنا، لكن اسمحوا لنا نخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي فقرتنا، خليكم معنا. وهيفضلوا معاك لحد نهاية المشوار، لأن حلمهم إنك تعيش مطمن وتتأكد إنك بكل بساطة في إيد أمينة. كان يا مكان رح أحكي قصة بطل شايل بلاده في قلبه ناوي ينتصر، شايل سلاحه بين ايديه، شايف شهادته قصاد عينيه، ينادي بأعلى صوت الله أكبر، الله أكبر، ينادي وكله من فداكي يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش، وطار ولدك راجعك يا أمي ما
عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجع أكيد يا أمي ما تخافيش فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجع أكيد يا أمي ما تخافيش يا أمي اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في اخبارنا. زي ما حضراتكم عارفين مصر واحده من الدول المهتمه جدا بملف تغير المناخ، والحقيقه انه في اهتمام خاص من جانب القياده السياسيه ورئاسه مجلس الوزراء بملف المناخ، وعشان كده انطلقت فعاليات الموسم الثقافي لعام 2023 اللي بتنظمه الهيئه العامه للارصاد الجويه تحت عنوان المناخ والحياة. عشان نفهم تفاصيل أكتر عن هذه الفعاليات والجهات المشاركة في هذه الفعاليات، خلونا نرحب بالدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الفل. أسوأ خير أندرو على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية يا فندم عايزين ناخد فكرة أكتر عن الموسم الثقافي والجهات المشاركة فيه. طبعا هذا الموسم هو موسم سنوي دائما مصر بالهيئة الأرصاد الجوية بتعمله، يمكن السنة دي طبعا واخد اهتمام أكبر طبعا، لأن كان زي ما احنا عارفين في السنة الماضية كان كوب 27 كان معمول في مصر في شرم الشيخ، فطبعا المؤتمر ده أو الموسم ده أخد أهمية سواء على مستوى الدول العربية والأفريقية أو حتى على مستوى العالم كله، حتى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مهتمة بهذا الموسم الثقافي الموجود أو اللي هيبدأ إن شاء الله في يبدأ العمل فيه في الهيئة العامة للأرصاد الجوية هذا الشهر. هل هناك جهات عربية ستشارك في الموسم؟ ان شاء الله هو فيه جهات كتير جدا، لان هو الاعلان وصل لكل الدول المشتركه في المنظمه على الارصاد الجويه سواء كانت عربيه او افريقيه او عالميه حتى، وفي فعلا في دول كتير حتشارك في هذا الموسم. طيب ايه اهميته بقى والهدف من اقامته؟ طبعا هو الهدف من اقامته هو مناقشة الأبحاث الخاصة بالمناخ والتغيرات المناخية سواء في على مستوى مصر أو مستوى الدول العربية أو على مستوى العالم كله. زي ما احنا شايفين التغير المناخي واضح جدا تأثيره على العالم كله، شايفين الحرائق اللي بتحصل في كثيرا من غابات في على مستوى العالم، أو حتى درجات الحرارة العالية جدا اللي بتحدث في دول لم تشهد هذه درجات الحرارة نهائيا سواء كانت دول أوروبية أو في أمريكا. أيضا بنشوف الأعاصير اللي بدأت تكون عنيفة جدا سواء في أمريكا أو في آسيا أو في بعض الدول الأخرى. طيب إيه أهم المحاور اللي سيتم مناقشتها خلال الموسم، وهل سيتطرق بقى بالقضايا المتعلقة بالمناخ اللي بتؤثر على حياتنا اليومية؟ هو أساسا العنوان بتاعه انه خاص بالمناخ والحياة وعلاقة المناخ بالحياة، لانه طبعا واضح جدا الارتباط الحياة الانسان على الارض بالمناخ وبالتغير المناخي. ويمكن لو شفنا عدد الوفيات التي حدثت بسبب التغير المناخي يعتقد انها كتير جدا اكتر من اي حروب سواء في اي دولة في العالم، حتى العالم كله لو جمعت الوفيات اللي حدثت من
الحروب على مستوى العالم كله وقارنتها بالوفيات اللي حصلت من الطائرة من المناخ، هتجد انها اكتر بكتير. فبالتالي اذا المناخ مرتبط ارتباط وثيق بالحياة. الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية السابق، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، ودايما مصر رائدة في مجالات مختلفة. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين في فقرتنا الاخبارية، لكن اسمحوا لنا نخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي فقرتنا، خليكم معنا. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل دحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. احنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، تسألوا الأرض وهتحكي عن بلدنا نبقى مين، دولة صعب تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم اسم مصر من سنين. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل البناء. تحية للبطل اللي غير شكل مصر، اللي عاش ينحت في صح، اللي خلى مصر رفع راسه فوق كل فخر. مصر تحية وألف تحية في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكره هيجي ابني بعد هيكمل بناء. مصر تحيا والف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكره هيجي ابني بعد هيكمل بناء. ينديك يا ولد، ما حد يضرك، وخلي لك اولادك وبارك فيك وراضيك. يا والف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في اخبارنا. الخبر اللي معانا دلوقتي الحقيقه بيخص كل المهتمين باخبار الفلك في مصر. هواة الفلك هيودعوا شهر اغسطس بظاهره فلكيه فريده من نوعها. الظاهره دي اسمها ظاهره القمر الازرق العملاق اللي هيزين سماء مصر. عشان نفهم تفاصيل اكتر عن هذه الظاهره وامتى هنشوفها بالظبط، خلونا نرحب بالدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الفل. صباح الخير يا فندم على حضرتك كل المشاهدين، واتمنى لحضراتكم جميعا يوم سعيد باذن الله. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه عايزين ناخد فكره بقى عن هذه الظاهره، وايه المقصود بالقمر الازرق؟ اولا عشان نوضح للمشاهدين يعني ايه قمر وقمر عملاق ايا كان لونه. احنا عندنا القمر بيدور في مدار شبه بيضاوي حوالين الارض، اقرب مسافه ليه حوالي 340,000 كيلو متر، وابعد مسافه حوالي 360,000 كيلو متر. القريبة بنسميها الحضيض، والبعيدة بنسميها الأود.
لما بيكون القمر في الطور القريب من الأرض أو في المسافة القريبة من الأرض بيبدو للرأي من الأرض أن القمر حجمه كبير نسبيا. والقصة دي بتتكرر يعني الشهر اللي احنا فيه ده الشهر الثالث كان قبليه الشهر اللي فات واللي قبليه والمرة الرابعة اللي هتكون جاية البدر اللي خلال شهر سبتمبر إن شاء الله. وده بيكون زي ما قلنا لما بيكون القمر في طور البدر حجمه أو الإضاءة عليه بيكون تقريبا 100%، لكن اللي هيشوف البدر بالعين المجردة هيبقى عنده تقريبا 3 أيام أو 3 أيام القمرية اللي هي في وسط الشهر العربي، لأن بالعين المجردة ما بيمكنش التفريق ما بين نسبة الاستدارة الكاملة 100% أو 99%. طبعا بالتلسكوبات الفروقات البسيطة دي بتظهر. طيب القصة دي متكررة زي ما قلت لحضراتكم طبقا لدوران القمر حوالين الأرض والفترة اللي بيكون فيها في الحضيض، فهم بيكون متوسط 4 شهور متتاليين. اللون بقى ده بيفرق من شهر لشهر على حسب صفاء السماء. احنا طبعا احنا عارفين في فصل الصيف السماء صافية ما فيش سحب، فلون الزرقاء بيكون الأشهر ليه. مع العلم ان تعددت اسماء او مسميات البدر طبقا للمواسم بتاعته، بيكون بدر الفراولة او قمر الفراولة طبقا لو في موسم حصاد الفراولة، واسماء كثيرة مختلفة، لكن ده ما بتأثرش في الظاهرة الفلكية اللي بنشوفها. طيب في ظاهرة فلكية تانية وهي وقوع زحل في تقابل مع الشمس، ممكن حضرتك تدلنا فكرة اكتر عن هذه الظاهرة؟ بالمثل زي ما احنا بنتابع القمر بنتابع كل أجرام السماوية وكل جرم سماوي ليه المدار بتاعه، بيكون جميل ان بنلاقي جرمين سماويين بيبدو للرأي من العين من الأرض او اللي بينظر بالعين او بالتلسكوب ان هم يا اما قريبين من بعض يا اما جنب بعض، مع اختلاف طبعا المسافة بين كل جرم التاني مئات بل ملايين الكيلومترات. احنا يوم 30 أغسطس اليوم اللي هو قبل البدر بتاع شهر صفر يكون في اقتران للقمر وزحل، وده كانوا في اول الشهر مقترنين، ده معناه ان القصه دي بتتكرر بشكل دوري طبقا لتكراريه المدارات بتاعه. طب الزوار دي يا دكتور نقدر نشوفها بالعين المجرده ولا لازم تلسكوب؟ الزوار دي بترى بالعين المجرده. اللي عنده كاميرا معظمه او تلسكوب صغير يقدر يشوف تفصيل اكتر، لكن الأهم من كده وكده زي ما بوضح لحضرتك والمشاهدين إن مفيش فيها خطر على العين ولا على الجسم ولا على الأرض، ولا تكرارها مؤشر لحاجة غير طبيعية. العكس ده واضح واضح من اسم الظاهرة، ظاهرة القمر الأزرق العملاق، يعني إن هي حاجة جمالية، يعني المفروض لما نشوفها بالضبط. دي حاجة بالضبط كده. وأنا فعلا بدعو كل المهتمين إن هم يستمتعوا بالظواهر دي ويشوفوها بالعين المجردة أو يرصدوها. هي ظاهرة القمر الأزرق العملاق حضرتك قلت هتظهر إمتى بالظبط أو يعني تقريبا؟ ألو دكتور جاد حضرتك معايا؟ طيب دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يمكن حديث مهم عن ظواهر الفلكية، في ناس كتير بتبقى مهتمة بأخبار الفلك والظواهر اللي بتحصل في السماء، وزي ما دكتور جاد قال يعني ظاهرة القمر الأزرق العملاق هي ظاهرة فيها شيء جمالي. دكتور جاد رجع لنا تاني. دكتور جاد معانا؟ أهلا مع حضرتك فندم. أهلا بك يا فندم. كنت بس عايز أسأل حضرتك ظاهرة القمر الأزرق العملاق هتظهر إمتى بالظبط؟ هي طبعا هتكون يوم 31 أغسطس ده البدر بتاع صفر، لكن اليوم اللي قبلها واليوم اللي بعدها هتكون موجودة، وفي الغالب هتبقى يعني مع بداية الليل أو بعد غروب الشمس وشروق القمر، وهتستمر لحد شروق الشمس في اليوم التالي. أنا أعتقد فترة كويسة مع يعني الصيف اللي احنا موجودين فيه والناس كلها يعني في مصايف أو في أجازات يستمتعوا بتلك الظاهرة أثناء الليل. يعني من يوم 30 كده أغسطس نبتدي نطلع البلكونات نبص كده نشوف السماء أخبارها إيه، صح كده؟ بالظبط كده بالظبط كده. هو طبعا اللي يبص في السماء الوقت هيلاقي القمر بس لسه ما اكتملش البدر، لكن هو موجود، ويمكن ده من الحاجات اللي بتأثر علينا احنا ما بنقدرش نرصد فلكيا كويس لنظرا لأن السماء بتبقى مضيئة بضوء القمر اللي موجود.
دكتور جادر. لكن انا كنت بقول لسيادتك قبل ما المكالمه تقطع ان الظواهر دي ملهاش اي تاثير سلبي على الارض ولا على الحياه عليها، لان عدد من الناس على مواقع التواصل بقى بيثيروا يعني شائعات ان في خطر على الارض وحاجات كثيره زي كده. اطلاقا ده كلام عاري من الصحه، بل بندعو الناس انها تستمتع بالظواهر دي ويرصدوها ويصوروها ان امكن. احنا طبعا المعهد تحت امرهم لاي تساؤل او اي استفسار من خلال الباحثين الموجودين عندنا يقدروا يجيبوا على اي استفساراتهم وتساؤلاتهم. طب خلال شهر اغسطس في اي ظواهر تانية غير زحل في تقابل مع الشمس والقمر الازرق العملاق؟ احنا طبعا كان عندنا يعني ظواهر كتيره في شهر اغسطس. كان النهارده تحديدا هيبقى فيه زحل هيتقابل مع الشمس، لكن ده طبعا بننصح الناس ان هم ما يتابعوهوش لانه مع الشمس ممكن يبقى فيه عرضه لاي اصابات او تاثير على العين المباشره. كان فيه طبعا اقترانات، كان فيه زخات شهب البرشويات، ده واحده من اشهر زخات شهب اللي كانت موجوده في شهر 8 في منتصف 8 تحديدا. لكن ما دون ذلك السماء كانت صافيه وتشجع على اي رصد ورؤيه فلكيه. دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيكية، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، ودايما ان شاء الله سماء مصر متزينة بالظواهر الفلكية الجميلة اللي ولا تتعب عيوننا ونستفاد بيها بقى بشكل جميل كده. بكده نكون وصلنا مشاهدينا الكرام لنهاية فقرتنا الإخبارية. اسمحوا لنا هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نستقبل ضيفنا العزيز اللي هيكون معانا في الاستوديو، فادي سامح فوزي لاعب كمال أجسام، اللي هيكلمنا عن البطولات اللي شارك فيها وعن حياته في رياضة كمال الأجسام. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا.